طيب سادة، اليوم إن شاء الله راح نبدأ درسنا بعنوان مرض السكري السابع، وراح نبدأ فيه إن شاء الله. يا مس امبارح أخذنا نص استماع، طلبت منكم يا أحمد إنه نجيب مجموعة من الأكلات المفيدة والصحية. معلش تهدأ، هلا الصايم خير وبركة. مين جاب ويفرجينا أكلات اللي جابها؟ يا محمد يلا اللي جاب بس يفرجينا إياهم. تمام، محمد ثائر جاب لنا تفاحة، كويس. براء، طب ليش رفعت ايدك؟ يا بس بنشوف. يا صالح، كويس، تمام. ايضا ممتاز، ايضا غدا يا سابع، الأكل الصحي يا سابع. الأكل الصحي زي ما إحنا بنعرف إنه كل شيء بيأثر علينا حتى بس نكبر، بس نكبر يا مس كله هذا الشيء بتكون عندنا تراكمات وبتخلينا نضل بصحة وعافية. معقول كنان ما جاب إشي صحي؟ تمام. إذن بدي باستمرار كل يوم أسأل عن الأكل الصحي والمفيد. الآن يا سابع حكينا إنه كله بيأثر علينا، وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى أمراض، وكل شيء زيادة الشيء كنقصانه، زيادة الشيء زي نقصانه. يعني أنا أكثر في أكل بعض الأمور السيئة راح تخليني ينقلب على صحتي بالضرر. بالإضافة يا سابع إلى الآن أنا طالبة منكم نسخ سطرين يومياً. راح نبدأ الدرس، نقرأ نام بارح قراءة صامتة، نبدأ قراءة جهرية معبرة. تفضل يا من دون مس، أنت للي شرح، خليك بعدين من دون مس. محمد تعال قراءتك كويسة، نستمع لزميلنا محمد يعلي لنا الصوت عشان الكل يستمتع معه. راح أسأل وين وصل محمد، الكل يتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. بلش هنا. تفضل. مرض السكري. مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب خلل في إفراز غدة البنكرياس، ويصيب هذا المرض الأطفال والشباب في مقتبل العمر، لكن كبار السن هم الأكبر عرضة للإصابة به. وقد تكتفي الحمية الغذائية وإنقاص الوزن لعلاج بعض حالاته، ويحتاج بعضه الآخر إلى الأدوية الخافضة للسكر أو الحقن بالأنسولين. ويرجع الاهتمام بمرض السكري إلى كثرة انتشاره وخطور مضاعفته التي قد تصل إلى حد الإصابة بالجلطات. ويزيد الأمر صعوبة أن المرض في أوله صامت خفي من غير أعراض، فكثير ما يكتشف صدفة عن طريق فحص سكر الدم لسبب ما. وللسكري أعراض عديدة، منها عرضان رئيسان يظهران لدى أغلب المرضى، هما الظمأ المستمر وكثرة التبول. ومن أعراضه الأخرى الضعف العام وتناقص الوزن وضعف الرؤية وبطء تآم الجروح والالتهابات المتكررة وتنميل القدم واليد. ولهذا يجب استشارة الطبيب مباشرة في حال وجود عرض أو أكثر من الأعراض الآنفة الذكر. وإذا ثبتت الإصابة بالمرض فلابد من عمل فحص دوري لمتابعة الحالة والسيطرة عليها، ولعل السمنة من أهم أسباب الإصابة بهذا المرض. فأغلب مرضى يكفي، أحسنت يا محمد، تعال يا أحمد كمل، رائع، قراءة جيدة. يلا من هون تعال سريعا، محمد رائع، تفضل. ولعل السمنة من أهم أسباب الإصابة بهذا المرض، فأغلب المرضى السكري يعانون أصلا زيادة في وزن إضافة إلى أسباب أخرى، منها الخمول وقلة ممارسة الرياضة ورعاية النمط الغذائي السائد والإكثار من تناول الوجبات السريعة. ما يشار إليه أن مرض السكري سبب في كثير من حالات دخول المستشفيات في المملكة الأردنية الهاشمية، وما يتطلب تكثيف الجهود الوقائية وتوعية الأفراد المجتمعي بخطورة هذا المرض
أسبابه وكيفية الوقاية منه. توجيههم إلى التزام العادات الغذائية السليمة وكثرة ممارسة الرياضة، ولا سيما رياضة المشي، وإصدار النشاط التي تسهم في نشر الوعي، ومن ثم الحد من انتشار المرض تقاعد المصابين به. نعم أحسن. نبدأ قراءة شرح مع زميلكم يحيى حتى نلحق الوقت. يا ريت يا سابع في كتابك الكل يساعدني يفسر بعض المعاني الصعبة وننتقل لكل شيء. يلا تفضل يا يحيى وانت مكانك. مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم. نعم، الآن في بداية الأمر حكينا امبارح انه أكثر مدمر للإنسان، حكينا احذر الأبيضين. مين هم الأبيضين يا سابع؟ نعم، لا ما بفرط باستخدامي وأكلي للسكر، ولا بفرط باستخدامي وأكلي ل كل شيء باعتدال، لأنه يمس هدول هم أساس الأمراض عند الإنسان. لما بحكي لك قدر الإمكان خفف الأكلات السيئة، بحكي شو بده يصير مع الزمن يا سابع؟ مع الزمن بنلاحظ إنه مع الزمن رح نلاحظ يا سابع إنه ممكن هذا الشيء يأثر علينا، ممكن يصيبنا بأمراض إحنا بغنى عنها. إذن أولاً عرف لي زميلكم إنه مرض السكري هو مرض، وهو ارتفاع نسبة السكر وين؟ نسبة السكر في الدم. إذن شو اللي بصير يا سابع؟ ترتفع نسبة السكر وين؟ في الدم. السبب في ذلك يا يحيى؟ إذن وين الخلل رح يحدث؟ طيب مين يحكي لي معلومات أشوف الشطرين؟ آه رائد. آه تفضل. كويس، رائع رائع. إذا يا سابع لاحظ مرة أخرى أعطاني زميلكم معلومات عن البنكرياس، إنه هو عبارة عن غدة طويلة مسطحة تقع وين؟ نعم، بخلف المعدة في الجزء العلوي بالبطن، بتفرز الأنزيمات اللي بتساعد على الهضم والهرمونات اللي بتساعد الجسم على تنظيم التعامل مع كل من السكر والجلوكوز. نعم، الآن يا سابع، خلص سابع لو بدي يرمي الورقة وانت مكانك الله يرضى عليك خليها معك. الآن يا سابع بنلاحظ انه رح يصير في خلل وين؟ في غدة البنكرياس، رح يصير في خلل في غدة البنكرياس. كمل القراءة يا ابني، اعطني اياها اعطني اياها ضو. نعم، اذا راح يصيب مجموعه من الفئات العمريه منها الاطفال والشباب. كمل. كبار السن هم الاكثر عرضه للاصابه بالسكر. نعم احسن، اذا اكثر الاشخاص عرضه للاصابه بمرض السكر اللي هو هم كبار السن. نعم، لاحظنا إن الإنسان ببلش يتعب، فبتبلش تظهر عليه هاي التراكمات وهاي الصعوبة. إذا مرة أخرى، ما تعريف مرض السكري؟ يا ليث، يلا يا ليث عرف لي مرض السكري هو ارتفاع بسبب يا عمار. نعم، خلل أو غدة. نعم، عرفنا البنكرياس إنه هو غدة مسطحة خلف المعدة بتفرز الأنزيمات وبتساعد على الهضم وبتساعد الجسم على أنه ينظم السكر والجلوكوز في الدم. كويس، عفوا مع الدم. نعم، الآن يا سابع نكمل قراءة. نعم كمل. يعني أنا لا سمح الله أصبت بهذا المرض لا سمح الله، يا إما بتبع حمية غذائية كويسة، ببعد عن الحلو قدر الإمكان، مش بس الحلويات ايضا يا سابع شو بدي اعمل؟ ارفع ايدك ارفع ايدك. نعم، النشويات، يعني بخفف الارز، بخفف الخبز، بنلاحظ انه الهم خبز خاص. نعم، واحيانا الحميه الغذائيه ما بتكفي، شو بدي اعمل ايضا يا سابع؟ بدي اعمل ادويه تخفض من هاي النسبة. عرف لي يا أحمد الحمية الغذائية. الحمية الغذائية برنامج غذائي قد يكون من ضمن من الطعام أو تجنب أطعمة معينة. نعم، يعني أنا بمسك نفسي بدل ما أكل صحن كبير أرز بأكل نص صحن أو ربع، بستبدل صحن الأرز بالخضار. اسمعني يا سابع واسمع نصيحتي عشان ما أمرض، لأنه المرض سيء سيء وعدو للإنسان. حكيت لك امبارح الصحة تاج،
شبه الكاتب الصحة بالتاج اللي هو مقدمة الإنسان. فلما أنا تكون صحتي سيئة ما رح أستطيع أعمل أي شيء. نكمل لحظة شوية بس. أو بدل ما أكل مثلا خبزتين بقلل بخبزة واحدة مع كأس عصير مثلا، العصير بشعرني بالشبع، بكتر من الخضار الفواكه، يعني بستبدل أي شيء ممكن يسوي لي أمراض بأشياء صحية برضى تكون منيحة، وببتعد عن السكر قدر الإمكان. يعني بدل ما أنا أكل قطعة من الشوكولا ممكن أنا أستخدمها بالفواكه إلى آخر. إذن الفقرة الأولى كانت تتحدث عن، ارفع إيدك أشوف، نعم أحسن، إذن تعريف مرض السكري. تعريف نكتب معاً يا سابع، كلكم اكتبوا معي، رح نرجع نكتب على الدفتر إن شاء الله، بس حتى أسهل على نفسي لما بدرس بالاختبار. أول فكرة كانت تتحدث تعريف مرض السكري. طيب سابع، متابعة النسخ يا سابع، خليها دائما أمام عينينا كل يوم سطرين، الله يرضى عليك. إذا يا سابع، نلاحظ الصورة اللي أمامنا يا سابع، عما تحتوي هذه الصورة؟ يلا، مجموعة كبيرة وممتعة من الفواكه والخضار. طب يا سابع تفضل، شو بتحكي لي؟ أكل صحي ومفيد. أيضا شو بتعبر لك هاي الصورة أنت بس تشوفها، بس تشوف صورة زي هيك؟ آه يا أسامة ببتعد، هيك مخي ببلش يحكي لي إنه لازم أبتعد عن الأكل السيء. نعم، فيتامينات علاج لأمراض كثيرة وسيئة بهذا الزمن، يعني معناته مرض السكري من الأمراض الحالية الموجودة. بتلاقي في أعمار صغيرة، أعمار صغيرة مصابة بهذا المرض. نعم، وخاصة الأطفال يا مس، بتلاقي أكل قطعة شوكولا أو ونام. ليش بتلاحظ إنه الأطفال بالعمر الصغير بتقول لك لا تطعمي شوكولاتة فترة المساء لأنه راح يصير عنده طاقة وما راح يعرف ينام؟ يعني أنا خلص أكلت شيء حلو بدي أفرغ طاقتي بحركتي، هذا الكويس. أكلت شغلة حلوة بدي طاقتي بالحركة تساعدني على إني أستطيع إني أحرق أحسن هاي السكريات. إذن تمام، ممكن يكون وراثة، ممكن يكون وراثة، ممكن يكون إذا تعريف مرض السكري يا سابع، وعرفنا البنكرياس وموقعه وين في الجسم، وأيضا حكينا إنه أكثر فئة تصاب بمرض السكري هم كبار السن. أحسنتم، وممكن إني أعالج نفسي يا بحمية يا إما لازم إيش أدوية أو أخذ أدوية أو ألحقن بالأنسولين. كيف يعني سابع الحقن بالأنسولين؟ مين بعرف؟ كويس. بتنظم هاي الشيء، هو كالإبر أيضا. أحسنت، كويس. مين عنده أيضا أفكار؟ يعني عندك أفكار؟ احكي لنا. كلال، أحسنت، رائع، أحسنتم، يكفي، ممتاز. إذا هاي أفكار سريعة يا قيس، سريعة، أفكار سريعة عن مرض السكري وتعريفه والوقاية. في أي سؤال؟ المعاني الصعبة إن شاء الله نرجع نكتبها على الدفتر ونوضحها. حكينا أصعب المعاني طبعاً حمية، نظام بدي أمشي عليه حتى أستقيم فيه. نكمل قراءة يا يحيى. شوي شوي قراءة الشرح تكون بهدوء. يلا كمل. من أول، من أول. نعم، إذا ليش أنا لازم أخاف أو أحسب أو أهتم بمرض السكر يا سابع؟ يا حذيفة أعطيني أفكارك.
نعم أحسنت أيضا يا كلال، شو عندك أفكار؟ نعم نعم أحسن، إذا بدي أهتم بهذا المرض بدي أبدأ أنا بعمر صغير أكل أكل كويس، أمارس رياضتي، أفرغ هاي الطاقة، أحرق الدهون. تفضل. نعم لأنها بتأدي إلى الجلطات أيضا. أحسن. طيب زميلكم بده يعرف لنا الجلطات. يا رائد. نعم يعني أمراض بتصيب القلب. نعم وهذا الشيء صعب، يعني ما أجي أحكي عن قلب أو أجي أحكي عن دماغ معناته إشي خطير. يعني أنا لما بحكي لك أنت بدك يصيبك مرض بالقلب أو لا سمح الله بدماغك ولا تأكل هاي الكمية من الحلويات، لا من الأساس شو بعمل؟ بقي نفسي من هاي الأمور حتى ما أوقع بالأخطأ. أحسن. طيب نكمل القراءة، اللي بيلعب هذا يهدى الله يرضى عليكم. ويزيد الأمر صعوبة أن المرض في أوله صامت خفي من غير أعراض. نعم سابع بحكي لي الكاتب إنه المرض صامت خفي، يعني في مرض ناطق، في مرض بحكي أنا يلا اليوم أنت مريض، في مرض بحكي لك أنت اليوم مفلوز أو أنت معك كورونا، أو في مرض ناطق. نعم يعني بالبداية بتفكر إنه أعراضه طبيعية وممكن تعيش معه فترة وأنت ما بتعرف إنك بهذا إنك هذا المريض، وممكن الأمور تتفاقم. تمام إذن خطير لأنه صامت في البداية، ما بيوضح كتير للمريض إنه هو مريض. أحسن. إذا بما شبه الكاتب مرض السكري بالإنسان؟ احكي محمد شو أفكارك؟ الكاتب مرض السكري بالإنسان الناطق، الإنسان اللي بتحدث مع مرور الزمن بتخليه ينكشف هذا الشيء. إذا IMS إذا يا سابع الخوف منه لأنه هو مرض صار. إذا ما الفكرة يعني بلاحظ إنه يمس بالصدفة ممكن أعرف إنه معي مرض السكر لأنه ما بيكون واضح ومبين. ما الفكرة الرئيسة بهذه الفقرة؟ يلا أشوف. يلا يا محمد. ماذا يسبب لون السكري؟ كويس أيضا تفضل. أحسن. إذا الفكرة الثانية بالفقرة الثانية هي السبب. كويس أفكاركم كويسة. سبب الاهتمام بمرض السكري. إذا ليش أنا لازم أهتم بمرض السكري سابع؟ نعم ما متعريف الجلطات أمراض أي بتصيب شو؟ الدماغ والقلب ممكن تعمل إلى جلطات في الدم. يا قصي أكتب معي بسرعة. ممكن تؤدي إلى الوفاة وكل شيء بإيد رب العالمين. فلذلك حكينا أيضا المرض هو عبارة عن مرض صامت ماله خفي في بداية الموضوع مش واضح بشكل جيد. طيب نكمل القراءة يا يحيى تفضل. والسكري أعراض عديدة منها دخلنا المرض عرفناه حكينا إنه بكون مش ظاهر، هلا بدي أعرف أعراضه حتى أستطيع إني أشوف الموضوع. يا علي كمل. منها أعراض رئيسية معناته أنا في عندي أعراض ثانوية وأعراض رئيسية. نعم أعراض ثانوية وأعراض رئيسية. تمام كمل. شو تعريف الظمأ المستمر يا السابع؟ نعم العطش الشديد بضل ريقه ناشف وبحس كأنه زي الصايمين. إذا العطش المستمر وأيضا كثرة التبول واستخدام الحمام. أحسن أيضا. إذا هاي أعراض رئيسة مهمة يعني الأساسية يا مس رائد هي الأعراض الأساسية. نيجي على الأعراض الثانوية. الضعف العام وتناقص الوزن وضعف الرؤية وضعف الالتئام
نعم، ضعف عام، إنسان جسمه هزلان تعبان، تناقص في الوزن، وأحياناً أيضاً سمنة يمس، تلاقي مرضين السكري معهم سمنة أيضاً. ضعف الرؤية مع الأوقات، ممكن لا سمح الله تتعب عيونهم، وبطء في التئام الجروح. كيف يعني يمس؟ أي محمد عرفة، يعني من الصعب إنها تشفى هاي الجروح. أحسن، من الصعب إنها تشفى. يعني لو جرح جرح بسيط، بتلاقي انت سكر يوم يومين، الثاني المريض السكري من الصعب لا سمح الله انه يشفى هذا الجرح. والالتهابات كمل. والالتهابات المتكرره، تنميل القدم. شو يعني تنميل القدم يا مس؟ ايا يس، بدي ارفع، بدي لاس جديده، بدي لاس جديده. نعم، بتحس جسمك كانه بوخز فيه. نعم، إشي زي كأنه بالإبر وتنميل، يعني صعب شوي، بتصيب القدم، نسميه تنميل. كمل. ولهذا يجب استشارة الطبيب. يعني أنا حسيت حالي برو بشرب مي كتير، عفواً عطشان باستمرار، ممكن يكون نوع الأكل اللي أنا أكلته هو إله دور، فبطنش. بروح على الحمام كتير، ممكن اني شربت مي كتير عادي. اما يمس، دائما جسمي تعبان، رؤيتي مش كويسة، تنميل في اقدام ايدي. كمل يمس. وان ثبتت الاصابة بالمرض فلا بد من عمل فحص دوري لمتابعة الحالة والسيطرة عليه. احسن. اذا يا سابع، عرفت لي يا سابع، لو سمحت ركز معي. الفقرة اللي أقرأها زميلكم، أعراض مرض السكري الرئيسية والثانوية. ما هي الأعراض يا أحمد الحلو الرئيسية؟ شوف اللي متابعين معي. والضمأ، شو يعني يا حذيفة الضمأ المستمر؟ نعم، ما هي الأعراض يا عمار الرئيسة الثانوية عفوا؟ شوي. نعم، شو اللي بطء التئام الجروح يا جابر؟ من الصعب الإصابة من الثلج. شفاؤها صعب، أحسن. أيضا لحتى طيب زي ما طيب. وآخر شيء حكينا تنميل القدم، يعني إبر ك الوقت. شعرت بأحد الأعراض، لمين بدي أرجع؟ للطبيب. نعم، وإذا لا سمح الله ثبتت الإصابة فيه، شو رح أعمل؟ فحص دوري. نعم، شو يعني فحص دوري يا سابع؟ نعم، أحسنت يا براء، فحص مستمر ومتابعة لحالة الإنسان. وأي حدا أصلاً، في ناس تقريباً كل 6 شهور تعمل فحص للأسنان، للعيون، للجسم. هذا الشيء ما كتبت السيرش يساعد على الإنسان لا سمح الله يكتشف الأمراض بطريقة مبكرة. إذن فقرة 3، الفكرة الرئيسية هي، تفضل. أعراض مرض السكري الرئيسية والثانوية. نعم، أعراض مرض السكري في أنواعها ثانوية ورئيسية. من يضع كلمة الظمأ في جملة مفيدة؟ يلا عشان نضلها بدماغكم ما تنسوها. آية. أحسنت رائد. أحسنت. أحسنت أيضا. أحسنت. كويس. أحسنت. إذا ضمأت في رمضان تمضمض. أحسنت. في أي سؤال؟ طبعا إن شاء الله. ومن الأعراض أيضا هون عندي نعم، يعني إيش آنفة الذكر؟ يعني سابقة، يعني اللي قرأتها فوق، اللي قرأتها فوق السابقة، اللي سبق حكيناها فوق يا سابع، هي من الأمور لازم أراجع فيها الطبيب. يوسف ترجك لورا. سابقة. نيجي على
الفقرة اللي بعدها تفضل يا صديقي اقرأ. ولعلها ولعل السنة من أهم أسباب الإصابة بهذا المرض. لحظة شوي بالله أشوف سابع نقرأ بصوت عالي الكل ينتبه مع زميلكم يلا يلا اقرأ. ولعل السنة من أهم أسباب الإصابة بهذا المرض. تمام. أغلب مرضى السكري يعانون أصلاً نعم إذا ببين لي الكاتب الآن هون إنه مرض السكري أكثر أسبابه السمنة لأنه أنا حكيتها في بداية الأمر أنا باكل كثير ما بتحرك كثير شو هذا الشيء بيسوي لي ما بحرق دهون ما بحرق السكر ما بحرق هذا كله بضل سي لذلك زي ما بنحكي الحركة بركة مشي حركة ممارسة رياضة يا محمد ركز معي كم القراءة؟ مضافة إلى أسباب منها الخمول وقلة ممارسة الرياضة ورداءة نعم للأسباب شو الخمول يا سابع؟ الكسل نعم الكسل التعب الهزل أيضا نعم كمل والإكثار من تناول وقلة ممارسة الرياضة ورداءة شو يعني رداءة يا مس شو يعني رداءة نعم يعني سوء في النمط الغذائي باكل بطريقة عشوائية سيئة أشياء سيئة يا مس يعني تلاقيني شربت بيبسي كتير تلاقيني أكلات حكيت أرجع لك أرجع ورا والإكثار من تناول الوجبات السريعة نعم إذا الفقرة كانت تتحدث عن إنه أحد أسباب مرض السكري هي يا لي السمنة وأسبابها اللي هي مس خمول ما في حركة ما في رياضة ما في رداءة اسكت في النمط الغذائي والإكثار من تناول الوجبات السريعة. إذا ما الفقرة الرئيسية يا سابع؟ الفقرة أحسن. خلاص هيك. إذا السمنة أهم أو من أهم الأسباب أو من أهم أسباب الإصابة بمرض السكري تمام؟ إذا السمنة من أهم الأسباب التي تدفع إلى الإصابة بهذا المرض المزمن نكمل إن شاء الله الحصة الجاي من العرب أو البعدها نكمل قراءة يحيى إن مرض السكري سبب في أكثر من حالات دخول المستشفيات في المملكة العربية الهاشمية نعم يعني كان سبب في دخول كثير من الناس في هذا المرض إلى المستشفى أيضا مما يتطلب تدخين حكومة الوقائية توعية أفراد المجتمع بخطورة هذا المرض وأسبابه نعم خلص أنا بتوعى لهذا المرض ببحث عن أكل صحي بمارس رياضة بشكل مكثف بستخدم الفيتامينات ببتعد عن الأكل السيء بعمل نظام غذائي كويس ببتعد عن الوجبات السريعة لذلك أنا عملت حمية غذائية رائعة كمل وتوجيههم إلى التزام العادات الغذائية السليمة وكثرة ممارسة الرياضة إذن كيف بدي أوقي نفسي منه؟ عادات غذائية جيدة أيضا وكثرة ممارسة الرياضة رياضة باستمرار خاصة يعني بهذا العمر خاصة لازم إنسان يمشي يتحرك مش يتعب يحكي أنا شعر بتعب هزل ما بصير كمل نعم ومنبين بعض النشرات اللي بتساعد على إنه إحنا لازم نصحصح لهذا المرض وما نسكت وآخر شيء تم الحد من انتشار المرض تقليل عدد الإصابات
نعم وتقليل عدد المصابين. تفضل شو بدك تسأل؟ مس هلا هو ده مرض مزمن بس انت بتحافظ على صحتك بخير. اما انا افرط باستخدام الحلويات الاكلات اللي بتزيد، انا ما امارس رياضه، انا ما امشي، اخلي جسمي خامل مش متعبان، مزمن هو على الاغلب، يعني بيضل مع الانسان. ممكن انه يكون احد اسبابه انه وراثي احسن، ممكن اسبابه السمنه. إذن ما الفكرة الرئيسة بهذه الفقرة رائد؟ طرق الوقاية المتبقى. أحسن طرق. نزلي هالبرداي شوي بس. لا بحطها عليها بالأحمر. نزل نزل يا عمار، خليهم يشوفوا. إذا مرة أخرى كيف نقي نفسنا بسرعة لياه بالأربعة؟ نعم أحسن. إذا أنا بعرف إنه ممكن إحنا يكون برضه وراثة إله دور، بخفف السكر، ومش بس عشان وراثة، برضه يمس بحياتي، بمارس رياضة، بحري جسمي، زي ما باكل زي ما بتحرك حتى أقي نفسي من هاي الأمراض. في أي سؤال يا سابع؟ منتابع نفس السفرين يا سابع.